حنا غادي نمشيو نشوفوا هاد لاغير سيكولوجي مع يونس جوده اون ديريكت دوبوي لا تونيزي. عيشوا شغف الرياضه مع الخطوط الملكيه المغربيه. قالك برافو عز الدين عمار هذا هشام هلال باريس ام اس سور لو لايف ستريمينغ. حنا غنمشيو عند يونس جوده باش بعدا نسولوه كيفاش دايره القضيه, لانه الهضره بزاف ديال الهضرات تقالت نوطامون على هاد لا فينال, على الجمهور ديال الوداد في لي ريزو سوسيو, كاين هاد لا غير سيكولوجيك اونتر لي ديفيرون سوبورتير. يونس مرحبا بك معنا. صباح النور حميد, صباح الخير عليك وعلى الاصدقاء كاملين في الاستوديو. شكرا, صباح الخير يونس. كي دايره لامبيونس الحاله في تونس اكوا 2 3 جوغ دو سيت فينال ديال الشامبيونز ليغ, اش يمكننا نقولوا هذا الصباح للجماهير ديال الوداد اللي باغا تمشي لتونس؟ وي حميد, يعني لا فينال باديه من مطار محمد الخامس, مني يعني كان ديبلاسمون البارح مع الجماهير ديال ليسبيرونس بقاو في المغرب بعد الفينال اللي كان الجمعه اللي فات, والبارح كي عاود رجع ويجي حتى مع الجمهور ديال الوداد, مع الجماهير ديال الوداد اللي تيدار ديبلاسمون البارح حتى في المطار الدولي ديال قرطاج, يعني كان الامن يعني دخل باش فرق بعض الجماهير ديال ليسبيرونس مع الفريق مع الجماهير ديال الوداد, يعني ما خلاهمش يديروا ذاك الامبيونس اللي ماشي كيديروا كيخديو الاغاني ديال الوداد, عكس الشيء اللي شفناه حنا في مطار محمد الخامس, يعني الجماهير ديال ليسبيرونس واخدين راحتهم تيغنيو عادي ترونكيل فرحانين, مع دخلنا حنا المطار ديال قرطاج الجماهير ديال الوداد بدات كتغني حتى هي الاناشيد ديال الوداد ديال الوداد, وما دخل الناس ديال الامن ديالهم في السوق ما كاينش هذا الشيء, هذا دخل حتى الناس ديال المطار باش انهم كما كنقولوا يعني بدا الديربي في المطار, من بعد منها كان ديبلاسمون للوجهات ديالهم, لانه كاين مجموعه ديال المدن اللي فيها الجماهير ديال الوداد الرياضي, منها الحمامات اللي غينزل فيها فريق الوداد, كاين اللي فضل انهم يمشي لسوسه, كاين تخوف ديال الجماهير بانهم ممكن انهم يعني يواجهوا مضايقات. الوغ يونس كاين تخوف ديال الجماهير, وانا خايف حتى على الفرقه, لانه شفت في لي ريزو سوسيو في تونس بانه بداو كيعطيو السميه ديال لوطيل ديال اللي غادي تجلس فيه الوداد, دايرين غاسومبلومون باش يمشيو لا في د الماتش في لوطيل بالليل, يبقاو يديروا الصداع ويديرونجيو لا ديليغاسيون ديال الوداد, واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ كاين حميد كاين, يعني انا كنت مع السيد دريس السنه هذا هو اللي ريسبونسابل للرحلات ديال الوداد, هو تدير ريزيرفاسيون لا ديال المطار لا ديال الطيار لا ديال لي زوتيل, انا ما بغيتش نعطي السميه ديال سميتو ديال لوطيل, وما بغيتش نعطي حتى الاصدقاء الصحفيين, باش انا قلت لك ما بغيناش لا نفوت خروج وتوصل الجمهور ديال ليسبيرونس, فكنتفاجئوا الجماهير اللي كانت جايه معنا في المطار في اخبارهم لوطيل اللي غادي ينزل فيه الوداد وعارفين المدينه. اهدر مع هاد السي سمي قول لي مي اتون فين ساكنين, قول لي هذاك السيد اللي غايدير عندهم لا ريزيرفاسيون في لوتيل ديال لوتيل في تونس, إلي سوبورتير دو الترجي, أول حاجة غايدير غايدير التليفون غايعيط لصحابو لعابة صافي, قول لي علاش ما تقولهاش لي أنا؟ يونس غير هو على كيفاش متخوف, هو باغي شي يخرج لهم اش غيخرج لهم هذيك اش اون إيكيب كلها غاتجلس وي مي سي با بوسيبل, اون إيكيب كلها سي غرو سي غرو جاية هذاك جاية بالبوليس غاتدخل لوتيل توقف مع يونس ما بغيناش نعرفو يونس معك عز الدين ونسيت مراد اسمع الجمهور ديال الوداد يمشي بات قدام لوتيل فين ساكنين توانسه تا هما غالبا فوالا تا هما هادوك يطبلوا هنا والاخرين يواجبوهم الجهه الاخرى الجمهور ديال الوداد باش يفيقوا بجوج.